طيب خلونا مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة مع بدء الترم الثاني. معنا من الفجالة زميلنا خالد أحمد مراسل إم بي سي مصر عشان نعرف منه إزاي بقى الدنيا ماشية. وخالد طبعا إحنا بنتأسف لك يا خالد إن أنت طبعا واقف في المطر، الجو طبعا مش كويس، ولكن إحنا هننجز معاك الرسالة ونشوف الدنيا ماشية إزاي، الأسعار، مدى إقبال الناس على شراء الأدوات المكتبية ومعدل الأسعار مقارنة بالترم الأول إذا كان هناك معلومات بتفيد بهذا الأمر. صباح الفل يا هشام، برحب بيك وكل الساده المشاهدين. يعني زي ما انت قلت، يعني النهارده الدنيا بتمطر، لكن ده برضو ما منعش الاهالي ان هم يجوا هنا الحجاله، هنا الاسعار هنا بالجمله. وهنبتدي الجوله سريعه، خصوصا النهارده الجامعات والمعاهد اتسدت حوالي 3 مليون طالب واكثر كمان، وبكره يكون المدارس. هنبتدي اول حاجه هنا بالمكاتب، هنلاقي هنا كراسات في حاجتين، في الاجنبي وفي المحلي. الورق طبعا في ورق باظ بسبب المطره، لكن الورق المحلي هنلاقيه هو بيبقى غامق شويه، المستورد الورق بتبقى فاتحه. والكراسات هنا بتبتدي من 60 ورقه لغايه 200، والاسعار هنا بتبقى بالجمله. يعني في ناس كتير قوي عائلات بيلموا نفسهم ويجوا يشتروا علشان ياخدوا اسعار بالجمله مش قطاعي. وهنلاقي برضو حاجات، منتجات مختلفه يعني لكل الفئات العمريه. نلاقي هنا اقلام دي، زي مثلا نلاقي العلبه دي فيها 12 قلم، عشان كده الناس هنا بيفضلوا يجوا الفجاله. بجانب طبعا هنلاقي حاجات ثانيه مختلفه، اقلام الوان كلها هنا لو لاحظت يا هشام هتلاقيها بالجمله، علب كلها، لان الاسعار دي مش هتبقى موجوده اي مكان ثاني تماما. هنلاقي طبعا تقالا، هنلاقي هنا في دي مقلمه للبنات حريمي، وفي مقلمه برضو للشباب بشكل عام. الناحيه الثانيه لو اتنقلنا هنلاقي هنا في يعني دبابيس، في هنلاقي هنا دبابيس، في هنا العاب للاطفال، في اساتيك كلها هنا مستورده في الهندي. بجانب بقى يعني لو طلعنا بره هتشوف حاجات ثانيه مختلفه، طبعا بسبب سوء الاحوال الجويه يعني مش عارفين نمشي قوي. لكن بس يا خالد طبعا هي الفجاله مشهوره ان هي طبعا بتبيع بالجمله، ولكن اعتقد القطاعي برضو موجود، يعني كلنا ما فيش حد فينا ما عداش على الفجاله. فعايز اعرف برضو منك الاسعار ايه اخبارها دلوقتي، الناس اللي هي بتفكر ان هي تنزل تشتري هناك او حتى تروح من مكان لمكان، يعني الفجاله مش قريبه من كل الناس، ففي بعض الناس بتقول لا انا هروح عشان عندي اسعار تفضيليه، هل ده ممكن يشجع الناس ان هي تروح ولا مش فارقه كتير؟ بالظبط يعني سامع، هتلاقي هنا لو الكاميرا بينت هتلاقي هنا في اقبال من الناس برغم ان في امطار، لان الاسعار هنا يعني خلينا نسال هنا الكراسات. السلام عليكم، عايزين نعرف اسعار الكراسات الكشاكيل تبتدي من كام؟ مية كشكول، يعني زي ما سمعنا يا هشام هنا الناس بتشتري دي بشكل عام للمكاتب التجزئه، الناس بتشتري ال 200 كشكول وال 100 كشكول، لكن هنا الناس كلها جايه تشتري بشكل عام. بجانب كمان حاجات رمضان نزلت، هتلاقي هنا في فوانيس معروضه، كل دي فوانيس مصري، فوانيس الوان، في الخشب بيبقى اغلى، وفي كثافه، دي اهم حاجه ان الناس يعني خلاص الدراسه ابتدت بشكل عام، سواء النهارده في الجامعات او المدارس. فاستعدادات رمضان برضو واضح هنا اهو، هنلاقي هنا في فوانيس في الوان، دي فوانيس المصري الوان مختلفه، في برضو هنا الفوانيس الخشب. والله يا خالد انت رجعتنا الاجواء جميله جدا، وطبعا مش هنطول عليك بقى عشان المطر، وانت كويس ان انت برضو وديتنا خلفيه عن الاسعار بتاعت دلوقتي، ويعني وقارناها باسعار الترم الاولاني وشفنا الفوانيس. يعني كل سنه وانت طيب وكل الناس بخير، وان شاء الله رب ايام كده وتعدي ونستقبل الشهر الفضيل، والطلبه كمان تأدي الترم الثاني بكل خير ان شاء الله. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا، زميلنا خالد احمد كنت معانا مباشره من الفجاله.